القناة الأولى عشان نحيط الناس كلها بما يحدث والجهد المبذول من حضراتكم. وأنا بصفة شخصية بشكر حضراتكم جدا جدا جدا، وكل ده ملموس على التعاون والتسهيل على المواطنين، وبشكر حضراتكم جدا. وهنشوف المعوقات اللي خلال اليومين اللي فاتوا، واحنا نحاول نذلل اي معوقات وكل الامور ان شاء الله بخير. وبرضه هنأكد على موضوع البطاقات والرقم القومي حتى لو كان منتهي، بنمكن كافه المواطنين. اول ما هبدأ هبلغ حضراتكم ان احنا ان شاء الله على الهوا برضه، عشان نبقى ايه الناس كلها شايفه حضراتكم ومقدرين العمل الخاص بحضراتكم. تمام. احنا عامه يا فندم هنبدا طبعا بست السفير طارق الوسيمي في بوليفيا. احنا اتفضل معالي السفير طارق الوسيمي في بوليفيا، ممكن سيادتك تدينا ايه المستجدات وايه الموقف عند حضرتك من بدايه اليوم الثاني؟ سياده السفير طارق الوسيمي، ازيك يا فندم؟ اتفضل يا فندم. لا لا، هي من سيادتك يا فندم. واضح ان في مشكلة عند سيادتك في الصوت او في النت يعني، انما الامور على ما اعتقد ان احنا متابعين مع حضرتك وما فيش اي معوقات على ما اعتقد فنية، وبتتحل بسرعة. طب معلش سيادة السفير، سيادة السفير حازم حنفي في بنما. اهلا وسهلا بحضرتك سياده المستشار. اولا نحب نوجه الشكر لحضراتكم على كل التعاون والمسانده اللي تم توجيهها للبعثه ما قبل الانتخابات وخلال وقت الانتخابات. امبارح طبعا تم بدء العمليه الانتخابيه، وتم بكل يسر وسهوله من 9 صباحا ل 9 مساء التزاما بكل القواعد والاجراءات، وشهدت اقبال طبعا التصويت على قضاء السفاره والمواطنين. ودي نفس اليوم النهارده برضه ماشيين بنفس الاجراءات، والحمد لله لا توجد اي معوقات، ويتم الاجراءات والانتخابات في كل يسر وسهوله. تمام يا فندم، شكرا جزيلا سياده السفير حازم. سياده السفير ماهر المهدي في سانتياغو. سيادة السفير ماهر المهدي. سيادة السفير وائل النجار في البرتغال. أهلا يا فندم سيادة المستشار، أنا بحيي حضرتك وكل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات على المجهود والمساندة اللي إحنا بنلاقيها من حضراتكم. إحنا بالنسبة لنا في اليوم الأول والثاني انتظم العملية الانتخابية وفقا للإجراءات المبلغة لينا، وكان في يمكن حالة أو اتنين كانوا محتاجين الدعم من حضراتكم حل مشاكلهم وهو ما تم، ومفيش أي معوقات خالص أمام العملية الانتخابية، وتجري بسلاسة وهدوء. مع الشكر، شكرا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق. سيادة السفير شريف الطاهر في كوت ديفوار. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك زملائي كل المصريين في الخارج وجماهير الشعب المصري. احب اوجه شكري لفريق الدعم الحقيقي في لجان وطنيه الانتخابات، ولساهم بشكل كبير في تسهيل العمليه الانتخابيه فيما يتعلق باللجنه الانتخابيه في كوتي قراء ابيجان، السفاره في ابيجان. الحقيقه اللجنه الانتخابيه فتحت ابوابها منذ امس الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء، وشهدت اقبال الحقيقه امبارح لا باس به من المواطنين المصريين من كوتي ديفوار، خاصه وانه الجمعه زي ما حضرتك عارف ويوم عمل في الدوله، الا ان احنا لمسنا حرص من المواطنين على الادلاء باصواتهم وتزايد الاعداد الحقيقه في الفتره المسائيه. اليوم الثاني تواصل اللجنه الحقيقه استقبال المصريين للادلاء باصواتهم منذ 9 مساء. الاعداد اليوم الحقيقه اكثر بكثير من امس، خاصه انه في مواطنين جم من مدن ثانيه. احب اكد ان العمليه الانتخابيه بتسير بيسر ومفيش اي مشاكل تم رصدها، وحضراتكم بتحلوا اي مشكله بتظهر على مدار 24 ساعه، واحنا على تواصل مع
وبكرر شكري لحضرتك. شكرا موصول لحضرتك وبالتوفيق ان شاء الله. سياده السفير، سياده السفير حسن النشار في غينيا. لجنة الغرق الانتخابات، الانتخابات عندنا ماشية كويس، بدأنا بفاية 9 صباحا 9 مساء واستكملنا اليوم من 9 صباحا برضه لازلنا شغالين. في ناس جال يعني مفيش أي معوقات، والجالية عمالة تيجي تباعا واحد من الطرف الآخر، والدنيا بتيجي بسلاسة ومفيش أي مشكلة في هذه اللحظة. شكرا جزيلا لحضرتك فندم. شكرا. سيادة السفيرة منال هانم عبدايم في ميلانو. مساء الخير، ازيك يا سياده المستشار، وبشكرك وبشكر كل اللي بيقدموا لنا الدعم الفني، وبوجه تحياتي لكل زمايلي اللي انا بقالي كتير قوي ما شفتهمش واللي شايفاهم دلوقتي على الزوم. واقدر اقول لك ان الحمد لله ما عندناش اي معوقات، وان المصريين هنا الحمد لله ربنا يبارك فيهم وهم كتير الحمد لله. فامبارح النهارده ابتدت الاتوبيسات تجي لنا من كل الاقاليم اللي حوالينا، زي ما انت عارف احنا حوالي 10 في شمال ايطاليا. الحمد لله سلاسة، وعندنا تسهيل في موضوع صورة البطاقة، لكن عندنا بس مشكلة وحيدة هي الناس اللي جواز السفر اكسبايرد وما عندهمش صورة البطاقة. دول بنحاول نساعدهم، لكن مش كلهم بنقدر ناخدهم. طبعا في الامر ان شلت هو عامة يا فندم، زي ما احنا تكلمنا مع حضراتكم، لو حتى البطاقة الرقم القومي منتهية بالمكان، وفي أي إجراء حضرتك عايزاه احنا مع حضرتك اتصال مباشر هنيسر الأمور ومع حضرتك إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق. بشكرك. اتفضل يا فندم. شكرا. سيادة بوجه الشكر لحضرتك وسيادة المستشار أحمد البقر. سيادة السفير شريف رفعت في سيراليون. أحب أحيي حضرتك واللجنة الوطنية للانتخابات، الحقيقة يعني يقدمونا كل الدعم ومشكوركم جدا، وبحب أحيي السادة السفراء في الخارج. الحقيقة سيراليون يعني لا وضع خاص، معاد المحدد ومنظم عليك عارف. أيوة فندم. ذلك برضو بسبب الحظر وكده، الا ان المواطنين الحقيقه بيتوافدوا على السفاره بشكل. سيادتك فاضل يعني فاضل قد ايه على الحظر؟ احنا كمان ساعه هنقفل، على 8 بنقفل. الساعه 5 وثلث دلوقتي، يعني فاضل حوالي 3 ساعات ونص تقريبا. تمام يا فندم. تمام. احنا يعني تمام، كله تمام الحقيقه، وبنادي المهام بتاعتنا بكل يسر وبفضل دعمكم. وفي نفس الوقت برضو المواطنين يعني طبعا امبارح كان اول يوم، فالجمعه كان طبعا فيها عمل، وبالاضافه الى الحظر فطبعا كان العدد مش كبير قوي يعني، انما النهارده الحمد لله العدد يعني كان فيه توافد اكتر شويه، ونتوقع بكره طبعا ان شاء الله يكون فيه توافد اكتر. وطبعا يعني لو في اي مشكلات واي مستجدات في الوضع اكيد هنتواصل مع حضراتكم ان شاء الله، وان شاء الله خير باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم. احنا متواصلين مع حضراتكم، وعلى فكره احنا الغرض من اللقاء دائما متابعه العمل وتذليل كل المعوقات واطلاع الراي العام على ما بيتم داخل المقرات، ولو في اي معوقات بنذللها دائما. انا بشكر حضراتكم، وبالفعل يعني الشكر موصول من مجلس اداره الهيئه الوطنيه للانتخابات الى كافه الساده السفراء رؤساء اللجان على الجهد المبذول، وتيسيرا برضو بعيد تاني يا فندم، تيسيرا على كافه المواطنين اللي معاه بطاقه الرقم القومي لو منتهيه الصلاحيه له حق التصويت. اي مشكله متعلقه بالبطاقه في عدم قراءتها من التابلت او من على جهاز الحاسب الالي، احنا متواصلين مع حضرتك عشان ننزلها على طول. بشكر حضراتكم وبطلع الشيرين حضرتك. السيد السفير ماهر المهدي دخل يا فندم. اتفضل يا فندم. طلعنا سيادتك في سيادتك في سانتياغو، اخبار سيادتك ايه هناك؟ اخبارنا كويسه ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا الساده الزملاء، بشكر حضرتك جدا، بشكر لك عليا على المساعده وعلى المتابعه الفنيه المستمره. الامور عندنا كويسه ومنتظمه، والمشاركه الغالبه ان شاء الله هتبقى بكره وبعد ايام الاجازه هو بس في نقطه حضرتك يمكن تاكدنا عليها،
انه الاعتماد على اصل البطاقه وليس على الصوره خالص. لا، هو الطبيعي يا فندم القانون قال بطاقه الرقم القومي، وبالتالي هو صحه الامر التحقق من الشخصيه يرجع للاصل، لان الغرض من هذا الامر سيادتك تتحقق بشخص سيادتك، ان المواطن ده هو صاحب البطاقه دي، وهذا الامر يرجع لمعاليك في الاول والاخر للتحقق من شخصيه المواطن وفق صحيح القانون. بالتوفيق كله لسيادتك، واحنا مع سيادتك متواصلين، وان شاء الله متابع مع حضرتك لو في اي موقف. بشكر حضراتكم جميعا، واحنا كده يعتبر من الساعه 7 تم بالفعل اليوم الثاني، بدايه اليوم الثاني في الخمس لجان اللي ما كانوش لسه فتحوا نظرا للتوقيتات واختلاف التوقيت وكده، وفي جزء ابتدى ينتهى العمل في اليوم الثاني. احنا عندنا غلق 29 مقر وما زال العمل في 108 مقر. بشكر حضراتكم وهطلع حضراتكم اول باول على ما يتم، وبشكر حضراتكم فندم وعلى تواصل دايما ان شاء الله. شكر جزيل لحضراتكم فندم. شكرا فندم. شكرا فندم. شكرا. مع السلامه.